اختتم أعمال لقاء نيوم لقطاع البناء الذي انعقد على مدار 4 أيام بحضور 150 شركة عالمية ومحلية في قطاع التصميم والبناء. وتضمن اللقاء تعريفا بنيوم ورؤيتها الطموحة وخططها التي تدعم رؤية 2030. 150 شركة عالمية ومحلية في قطاع التصميم. جولة في مجمع نيوم اللوجستي الذي يضم وحدات ومباني تستوعب 30,000 من العمالة، إضافة إلى مكاتب ومستودعات ومراكز خدمات البناء. تتطلع نيوم إلى توفير 380,000 وظيفة وتحقيق دخل بمعدل 180 مليار ريال سعودي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. أصدر